بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب مسند سنن الدارمي، وأحيانا يسموه مسند الدارمي برضه، لكن السنن أحسن. ليه بقى؟ لأن الفرق بين المسند والسنن إيه؟ أن السنن يقسم على أبواب الفقه، والمسند يقسم على حسب الرواة بالحروف اللي جاية، يبتدي بمن روى، إيه اسمه، يبتدي بحرف الهمزة، زي مثلا رواية أبي بكر الأول، وبعد كده الإيه اللي يبتدي اسمه بحرف الباء، واللي يبتدي اسمه يعني إيه، يبقى المسانيد بتراعي ايه الترتيب، ما روي باعتبار الراوي مش باعتبار الموضوع، لكن السنن باعتبار الموضوع، تتقسم على ابواب فقه. فهمت بقى؟ وعشان كده اسم سنن الدارمي ادق من قول ايه بعض من سماه مسند الدارمي. واضح؟ سنن الدارمية للامام الحافظ الحجة ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. أما بعد، الباب 18 من الكتاب 21 كتاب الفروض، اللي هو علم المواريث. بالأمس تكلمنا على اختلاف الصحابة في ميراث الجد، اليوم بقى نتكلم على الجدة. يعني امبارح ورثنا الجد السدس ونشركه مع الإخوة، واخد بالك ازاي؟ أو نديله الثلث ونشركه مع الإخوة، ونديله السدس مع الأبناء. فاكرين؟ وفي مذهبين تانيين مش هقولهم لك، كفاية عليك دول، لأن ده اللي عليه الجمهور. باب الجدات بقى، الجدة نعمل فيها إيه؟ يعني مات حفيدها، مات الحفيد وأمه كانت ميتة لكن جدته لسه عايشة. طب جدته دي، ده الجدات أنواع كتير. طب جدته لأمه، والجدة للأم، هل هي أم الأم ولا أم أب الأم؟ مش كل دي جدات؟ واخد بالك ازاي؟ والجدة للأب جدتين، جدة لأم الأب وجدة لإيه؟ لأبو الأب. مش كل دي جدات؟ يعني ممكن تلاقي إيه ميراث تجي لك تلات أربع جدات كلهم عايزين يورثوا في الحفيد. مش كده برضه؟ ما هو كل واحد ليه أربع جدات، جدتين من ناحية أبوه وجدتين من ناحية أمه، مش كده برضه؟ فممكن تلاقي ايه، يجي يموت حفيد يجي لك اربع جدات للقاضي يقولوا له الدين نصيبنا، يعمل ايه القاضي في الجدات؟ فهمت ازاي؟ هنشوف بقى ايه المساله، لان لم ياتي في القران نصيب للجدات. فهل نحمل الجده حكم الاب؟ الام يعني حكم الام، زي ما حملنا الجد حكم الاب على احد المذاهب، زي سيدنا ابو بكر حمل الجد على الاب. فهمت؟ ولا نحملها ايه بنظام اخر؟ وهل نشرك الجدات؟ وهل كل انواع الجدات يورثوا، ولا في جدات ترث وجدات لا ترث؟ يعني مسألة عويصة، تعتبر من مواريث ايه، من مسائل علم المواريث. فهنشوف هنا بقى ايه يعرضها لنا ازاي. باب في الجدات، يعني اذا مات الاحفاد، لان الجدة لا ترث الا اذا مات الحفيد. فهمت بقى؟ ايه الحفيد؟ اللي هو ايه، ابن الابن او ابن البنت، او بنت الابن او بنت ايه البنت. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام الدارمي في سننه الحديث 74 بعد 900 والألفين، قال اخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الاشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أول جدة أطعمت في الإسلام، يعني خدت نصيب، يعني سهما، أم أب وابنها حي. أم الأب دي جدة، ورثت مع وجود ابنها الحي، يعني ابنها لم يحجبها. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسا، يعني كالأم،
وهل السدس ده فرضا؟ ما نقدرش نقول عليه فرض. ليه بقى؟ لانه مش مذكور في في القران، ولا ده طعمه من النبي اعطاها لها من باب جبر الخاطر؟ فهم؟ مذهبان، ذهب الصحابه اغلبهم ان هذا فرض لها، وسيدنا عبد الله بن مسعود قال ان هذا طعمه لها وليس فرضا، النبي اعطاها بس ايه من باب ايه جبر الخاطر. فهم؟ يبقى عندنا هل تاخذ ايه من باب جبر الخاطر يعني، لان دي جده في حكم الام، ولا هي هتاخذ نصيب الام لانها كالام؟ فهمت بقى ازاي؟ مذهبان، الاثنين مذهبان. ان النبي صلى الله عليه وسلم اطعم جده سدسا، وانا اميل للراي ان السدس ده فرضا، لان النبي له ان يفرض مستقلا عن القران لبيان القران، لان احنا عندنا قد تستقل السنة بالتشريع، مش كده برضو؟ وعن أبي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابراهيم بن ميسرة عن سعد بن المسيب ان عمر ورث جدة مع ابنها، يعني ابنها لا يحجبها يعني المقصود. وعن أبي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور بن المعتمر قال سمعت إبراهيم قال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسا، يعني قالوا ثلاث جدات إداهم السدس يسموا عليهم، ثلاث جدات اللي هي إيه؟ من جهة الأب أم الأب، وإيه؟ أم الأب، وأم أبو الأب، ومن جهة الأم أم الأم. طب أم أبو الأم لا ترث، لأن بينها رجل لا يلد، لأن العبرة بالرحم. فهمت؟ لكن في بعض العلماء قال لك لا، كل الجدات ترث، بس يشتركوا في السدس، مش كل واحد ياخد سدس، لا، يعني ياخد السدس يقعدوا مع بعض كده يقسموه بينهم بالتساوي. فهمت بقى؟ قال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسا، قال قلت لإبراهيم من هن؟ يسموها هاء السكت، من هن؟ يسموها إيه؟ هاء السكت. قال جدتاك من قبل أبيك، يعني أم الأب، أم الأب، وأم أبو الأب، كويس، وجدتك من قبل أمك اللي هي أم الأم. وعن أبي قال لكن أم أبو الأم لا ترث غالبا. يبقى احنا عندنا ثلاث جدات هم اللي يرثوا، شبه إجماع من الصحابة، مش إجماع قوي يعني لأن برضو في خلاف، لكن أغلب الصحابة، وما ذهب إليه جمهور الفقهاء، الشافعية ما يورثوش أم أبو الأم، لكن يورثوا أم الأم، لأن أم الأم حقيقة هي أم، لأن دي ولدت الأم والأم ولدت. فهمت إزاي؟ لكن الأب ما بيولدش، العبرة بالرحم. فهمت إزاي؟ وعن أبي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال أنبأني الحسن اللي هو البصري قال ترث الجدة وابنها حي، يعني ابنها لا إيه؟ لا يحجبها. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال لا ترث أم أبي الأم ابنها، زي ما قلت لك كده، أم أبو الأم ما بتورث، مش كده برضو؟ الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي؟ ابنها الذي تدلي به اللي هو أبو الأم، إذا كان أبو الأم ما بيورث أو ما ورث أمه. فهمت كلام مين؟ الإمام الشعبي. لا، بيستدل لك ليه الفقهاء من لم يورثوا إيه؟ أم أبو الأم. قال لك لأن ابنها نفسه لا يرث، أبو الأم نفسه لا يرث، لأنه من الرحم. وأولي الرحم والأرحام، قل الأرحام لا يرث ولا تعصيبا ولا فرضا، مش كده برضو؟ لكن ردا عند الأحناف.
يرث ردا عند الأحناف لمن قال بالرد، والرد عكس العول. فهمت ازاي؟ ايه هو الرد والعول؟ العول ان يزيد الأنصبة على الإرث، على الواحد الصحيح، ده يسموه عالت. زي امبارح لما قلنا الأكدرية، فاكرين لما عالت في الأكدرية صار النصف ثلث، شفت قد ايه تقسمت على 27. لكن ايه الرد؟ لما يتبقى من الارث، يعني ندي لاصحاب الفروض ولسه باقي ارث، يسموه كده. فهمت بقى ازاي؟ ده يسموه رد. طب هل كل العلماء قالوا بالرد ولا لا؟ سيدنا الامام زيد بن ثابت، وده اللي خد بيه الامام الشافعي، قال لك ان كان هناك بيت مال للمسلمين لا رد، يروح على بيت مال المسلمين، الزيادات دي كلها تروح على بيت مال المسلمين. والباقي الاحناف، الاحناف وغيرهم قالوا ايه؟ لا، يرد على الورثه اللي ورثوا. فهمت بقى ازاي؟ يعني لو على مذهب الامام الشافعي الان يرد على ايه؟ على بنك نصر الاجتماعي. بنك نصر الاجتماعي في مصر الان هو بيت مال المسلمين، لان لما واحد يموت ومالوش ورثه خالص وساب اموال بتروح فين؟ بتروح على بنك نصر الاجتماعي. فهمت بقى ازاي؟ البنك النصر الاجتماعي ده دلوقتي في محل ايه؟ بيت مال المسلمين. فمذهب الشافعي يقول لك ايه؟ افرض واحد مات وترك اما وابا بس، واخد بالك ازاي؟ او ترك اما وزوجه، بلاش اب، خلينا الاب ممكن ياخد الباقي تعصيبا، ترك اما وزوجه بس، ملوش قرايب تانية خالص، مقطوع من شجره، أمه تاخد التلت والزوجة تاخد الربع والباقي على بنك ناصر. لكن اللي قالوا بالرد قال لك الباقي يرد للأم. فهمت بقى ازاي؟ يبقى على مذهب الأحناف الأم تاخد الثلث والباقي بعد ربع الزوجة. فهمت؟ ومذهب الشافعية قال لك لا، ما تاخدش أكتر من نصيبها والباقي على بيت مال المسلمين. امتى يرد عند مذهب الشافعيه؟ لو كان لا يوجد بيت مال للمسلمين. فهمت؟ هنرميهم يعني؟ لا، تاخدهم الامه بقى خلاص. فهمت؟ ولا تاخدهم انت؟ طب انت ممكن ما تكونش موجود. فهمت؟ فخد بالك من الحاجات دي، لان علم المواريث ده علم جميل، علم ايه؟ يعني لدرجه ان المسيحيين ما عندهمش علم مواريث خالص، لما خيرهم المشرع المصري في اول القرن الماضي تحبوا تورثوا باي طريقه، فقالوا له نشوف نظام المسلمين، فقعدوا يدرسوا في الكنيسه نظام الارث عند المسلمين، فقالوا له احنا عايزين كده، ده جميل احنا موافقين عليه. فاصبح الان المسيحيين في مصر بيورثوا بنفس نظام المسلمين. فهمت بقى؟ باختيار ايه؟ الكنيسه بتاعته. فهو علم متين يعني. وعنه به قال اخبرنا ابو معمر عن اسماعيل بن عليا. عليا دي جدته، فالمفروض يثبت الالف، تكتب الف عند ابن كده تحط الف. انا مش موجود عندي، اللي مش موجود عنده الف بن ابن عليا حط الالف. ليه؟ لانه اذا نسب لابيه تحذف الالف خطا، واذا نسب لامه او لغير ابيه ثبتت الالف خطا. وعليا دي ما كانتش امه، دي كانت جدته كمان. عن اسماعيل بن عليا عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن ابي الدهماء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال. عمران بن حسين تفتكروا ازاي؟ هو اللي كان الملائكه بتعوده اثناء مرضه، وكانت تصافحه الملائكه اثناء مرضه سيدنا عمران بن حسين، فلما اكتوى امتنعت. ليه؟ لأن الكي بيعمل إيه؟ بيعمل حرق، والحرق يعمل صديد وقيح، والصديد والقيح ريحته وحشة، والملائكة ما تحبش الريحة الوحشة. فامتنعت الملائكة لحد ما برئ كيه، رجعت إيه؟ تصافحه مرة أخرى. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ترث الجدة وابنها حي، يعني لا يحجبها ابنها. باب قول أبي بكر الصديق في الجدات. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا الأشعث عن الزهري قال جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم
فقالت إن ابن ابني أو ابن ابنتي توفي وبلغني أن لي نصيبا فما لي؟ فقال أبو بكر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا، وسأسأل الناس. الناس يقصد إيه؟ علماء الصحابة، مش كل الصحابة، علماء الصحابة كمان، لأن مش كل الصحابة كانوا علماء كبار. فهمت إزاي؟ بعضهم حضر مع النبي مجلس واحد ومشي ما عندوش معلومات، وبعضهم لازم النبي مدة فبقت معلوماته كثير. فهمت؟ وسأسأل الناس، يبقى الناس لفظ عام يراد به الخصوص غالبا، يبقى ده لفظ عام. الناس يعني حقيقة سيدنا أبو بكر يعني هيروح السي إن إن ويسأل، ولا الأمم المتحدة يعني، الناس يعني على الكرة الأرضية يعني؟ لا، يقصد الناس يعني إيه؟ جموع الصحابة التي إيه؟ عاشت مع النبي وسمعت النبي. فلما صلى الظهر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة أنا. قال ماذا؟ قال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدوسا. قال أيعلم ذاك أحد غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة صدق. فأعطاها أبو بكر السدس، فجاءت إلى عمر مثلها. قال سيدنا عمر برضو قضية مثلها في الجدة. فقال ما أدري ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء. يبقى كأن سيدنا عمر ما كانش حاضر المجلس بتاع سيدنا أبو بكر ده اللي ورث في الجدة، أصله كان تاجر سيدنا عمر، كان بيخرج في السوق كتير. فهمت ازاي؟ عشان كده بيقول ايه؟ الصفق في الاسواق ضيع علينا علوم كثيره. فهمت؟ كان يروح بقى السوق الصبح ويجي بقى ايه على العصر كده يقعد مع النبي لحد بالليل. فهمت؟ ويصلي الفجر، ولكن الظهر يصليه غالبا في السوق. فهنا ده يدل لك على ان سيدنا عمر ما كانش حاضر المساله دي مع سيدنا ابو بكر. لو كان حاضر، لو عرضت عليه كان اداها السدس، لكن ما كانش حاضر. فلما تعرض القضية فيها جدة برضو أيام سيدنا عمر كان إيه؟ حاكم يعني أمير للمؤمنين، خليفة. قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا وسأسأل. وما كانش عنده لسه جوجل، يكتب في جوجل كده ميراث الجدة سيرش، يطلع له بقى كل كانش لسه، لأن العلوم ما كانتش اتجمعت وما كانتش صنفت الكتب، واخد بالك؟ فاحنا بقينا في زمن ايسر كثيرا، واخد بالك ازاي؟ عندك الكتب مصنفه ومجمعه وكمان ايه مقسمه على الابواب وبتاع، بحيث انك انت اي مساله تقعد تبحث فيها تجد على طول. فهمت ازاي؟ فاحنا حياتنا ايسر. وسأسأل الناس، فحدثوه بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. فقال عمر أيكما خلت به فلها السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكم. يعني لو جات لي جدة واحدة هديها السدس، لو اجتمعت أكتر من جدة قسموا السدس عليكم، مش هزود عن السدس. فاهم؟ باب قول علي وزيد في الجدات عليهم، سيدنا علي وسيدنا زيد كانوا من كبار برضو إيه علماء الصحابة. سيدنا علي الرسول يقول عليه إيه؟ أقضاكم علي، ويقول على زيد أفرادكم زيد. فهم؟ وعنه به قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قال إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات جدة أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه، لكن إيه الجد اللي هو أبو الأم ما يرث. فهمت ازاي؟ يبقى ثلاث جدات اللي بيورثوا. فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى. وعن أبي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد أنهما كان لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب، وإن كان ده ضعيف على فكرة، الراجع أنهما كانوا بيورثوا. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي. مذهب سيدنا عثمان الجدة لو ابنها حي يحجبها، يبقى ما سمعش إيه قضاء النبي في الجدة. لو كان سمع سيدنا عثمان قضاء النبي في الجدة كان خد بيه، وما حضرش قضاء سيدنا أبي بكر في الجدة،
وما حضرش قضاء سيدنا عمر في الجنة كمان، فهمت بقى؟ وما سألش غيره، فاكتفى بإيه؟ باجتهاد نفسه، إن الجدة مش موجودة في القرآن ليها قسمة، فهمت إزاي؟ وابنها حي، وابنها مسؤول عن النفقة عن أمه، يبقى ابنها يورث ويبقى ينفق على أمه، ليه أنا أورث الأم؟ فهمت بقى إزاي؟ ده اجتهاد سيدنا عثمان. لكن طبعا أي اجتهاد فيه دليل من النبي يوم إيه؟ يلغى خلاص، طالما في دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول ابن مسعود في الجدات. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إن النبي اداهم ده يعني من باب جبر الخاطر وليس على سبيل الفرض، فهمت؟ والجدات أقربهن وأبعدهن سواء. يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود كمان بيدي للأربع جدات، حتى اللي هي أم إيه؟ أم أبو الأم، قال له عند الجدات كلهم سواء، فهمت؟ وعن أبي قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أنبأنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله ترث الجدة وابنها حي، يعني ابنها لا إيه؟ لا يحجبها. باب قول مسروق في الجدات. ومسروق ده تلميذ ستنا عائشة، تتلمذ عليها وتعلم وروى مذهبها. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأشعث عن الشعبي قال جئنا أربع جدات يتساوقن إلى مسروق. يتساوقن يعني جايين ماشي على سوقهم، يعني أدي معنى يتساوقن. فألغى أم أبي الأم وورث ثلاثا، جدتي أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه، واداهم إيه؟ السدس. باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد. مسألة الرد بقى اللي أنا قلت لك عليه، الرد دي عكس العول، قلت لك أنا في أول الدرس النهاردة لو اتبقى حاجة بعد ما ندي لأصحاب الفروض نردها لإيه؟ نردها لمن ورث بالنسب لا لمن ورث بالنكاح، واضح؟ يعني أم وزوجة هرد لمين؟ أرد للأم الزيادة، ما أردش للزوجة، لأن الزوجة ورثت بالنكاح والأم ورثت بالنسب، وإرث النسب أقوى من إرث النكاح، فهمت بقى؟ فعلا. لا لا ده مطلق اللي قالوا بالرد، في مذهب قال بالرد حتى لو في بيت مال اللي هو الاحناف، واخد بالك ازاي؟ الاحناف وافقوا يعني كثير من المذاهب غير الاحناف وافقت، قال لك ايه؟ ان يرد. لكن سيدنا زيد بن ثابت ذهب الى انه يروح لبيت مال المسلمين، واخد بالك؟ وده اللي اختاره الامام الشافعي في مذهبه، لان الامام الشافعي لما يلاقي مساله فيها خلاف يشوف زيد بن ثابت راح فين ويمشي وراه. ليه؟ لان النبي قال افرادكم زيد، فالامام الشافعي يقول لك اي مساله فيها خلاف في المواريث اخذ فيها بمذهب زيد، ده راي الامام الشافعي. قول علي وعبد الله وزيد في الرد. وقلنا الرد عكس العول، العول تلاقي ايه؟ القسمه زادت، تلاقي ارث واحد ياخد النص والتاني ياخد النص والتاني ياخد الربع والتاني ياخد التمن. الله، طب هجيب منين؟ ما خلص النص والنص خلص، زادت. يسموها عول. ونروح بعد كده نقسم على ايه؟ على العدد الكبير مش على العدد اللي تحت، فهمت ازاي؟ زي ما شفنا في الأكدرية بالأمس. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، وإبراهيم اللي هو ابن وقاص الليث، عن عبد الله اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود في ابنة وابنة ابن، يعني مات وترك ابنة وابنة ابن. قال النصف والسدس، النصف للابنة والسدس لبنت الابن المتوفى. ليه السدس؟ تكملة الثلثين، ولو كانوا اتنين كانوا هياخدوا الثلثين، فلما انفردت خدت النصف، يبقى بقية الثلثين سدس، تاخدوا بقى الحفيدة اللي هي ايه؟ بنت الابن. وما بقي فرد على البنت،
لان البنت اقرب من الحفيده للميت، فاهم؟ يبقى سيدنا عبد الله هنا ايه اخذ بالرد. وعن ابي قال، وده مذهب الاحناف، لان مذهب الاحناف اعتمد على ايه؟ مذهب علي عبد الله بن مسعود، فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله انه اتي في اخوه لام وام، فاعطى الاخوه من الام الثلث. ما هو الاخوه لام اكثر فرد فيهم ايه؟ الثلث. لو زادوا عن واحد، الواحد ياخد الثلث، كتروا عن الواحد شركاء في الثلث. ولا يرث اخوه الام الا في ايه؟ الا في الكلاله بس. واضح؟ انه اتي في اخوه لام وام، فاعطى الاخوه من الام الثلث والام سائر المال الباقي كله، لان الام في الحاله دي هتاخد تلت، يتبقى كمان تلت تاخده تاني الام، فهمت؟ ردا. يبقى الام هتاخد الثلث فرضا والثلث ردا، فهمت بقى ازاي؟ وقال الام عصبه من لا عصبه له. وعن ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حسن عن ابي قال سالت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها. واحد مات وترك بنت بس ما عندوش حد تاني، البنت بتاخد النص، طب والنص التاني يرد ليها على مذهب من قال بالرد، طب والمذهب التاني يروح بيت مال المسلمين، فاهم؟ قال لها المال كله. ده سيدنا ايه؟ الامام الشعبي، لان الامام الشعبي كان صاحب مذهب برضه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي ان ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرد على اخ لام، لان ايه؟ ارحام، ذوي رحم. اخ لام يعني الخال، يعني الخال يرث. الاحناف يورثوه لما ينفرد، واحد مات وترك خاله بس ملوش قرايبه تاني، يورث ولا ما يورث؟ الاحناف يورثوا الخال، فهمت ازاي؟ لكن باقي المذاهب لا يورثوا اولي الارحام. يبقى ماله ده يروح لفين؟ هيروح بيت مال المسلمين، فهمت بقى؟ وان كنت انا اميل لراي الاحناف في هذه المساله، واخد بالك، وان كنت شافعي، لان مش معقول يعني المال يروح والخال ده، الخال ده اب، ده يمكن اخوه للرب اب وما ياخدش. علشان كده انا اميل لراي الاحناف في هذه المساله، عشان نجبر خاطر الخال، فهمت؟ لان الخال ده ساعات يكون قام بالتربيه مع الاب سواء بسواء، فهمت؟ يمكن عشان انا بحب خالي الله يرحمه، لان خالي كان يعني يكرمني كرم بالغ، او الناس يقولوا الخال والد، لكن لا يرث عند ايه؟ عند الجمهور، لانه من اولي الارحام. لكن عند الاحناف ورثوه اذا انفرد، فهمت ازاي؟ اذا انفرد. واحنا ما لو ما فيش غيره، يعني واحد ملوش قرايب خالص الا خاله ومات، الخال ياخد كله، فهمت بقى ازاي؟ يبقى ان ابن مسعود كان لا يرد على اخ لام، اللي هو تكتب فيها خال، احنا نسميه اخو الام نسميه خال، لا يرد على اخ لام مع ام، لان طالما الام عايشه الام تاخد بقى، فهمت ازاي؟ ولا على جدة إذا كان مع غيرها ممن له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج. يعني ما يديش، لا يرد لمن كان سبب إرثه النكاح مش النسب، فهمت ازاي؟ وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. وعن ابي قال اخبرنا محمد قال حدثنا سفيان قال اخبرني محمد بن سالم عن خارجه بن زيد عن زيد بن ثابت، ده ابوه بقى، سيدنا زيد بن ثابت ابو خارجه، انه اتي في ابنه او اخت فاعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال. شفت بقى سيدنا زيد ما عندوش رد، خدت فرضها هنديها ايه تاني؟ خلاص يبقى الباقي لفقراء المسلمين، نحطه بيت مال المسلمين ياخدوه فقراء المسلمين، فهمت؟ ده رأي مين؟ سيدنا زيد. وجعل ما بقي في بيت المال. وقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة. ونقف عند هذا الحد، وغدا
باب في ميراث ابن الملاعنة أو الملاعنة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.